بتعمل ايه يا ابراهيم؟ والله بنلعب الكلاب يا كابتن. ايه؟ بنلعب الكلاب. طبعا يا جماعه دلوقتي الساعه 6:30 الصبح اهي، تمام، وابراهيم ماسك قماشه وقاعد يلعب الجراوي. ابراهيم مصفح. ايه؟ ابراهيم مصفح. ابراهيم مصفح، دماغه مصفحه، ما نامش لحد دلوقتي. ارفع القماشه لفوق، ارفع لفوق، ارفع. طبعا على دماغه. شاطر على الحاجة يا راجل. احلى شويه لعب دول يا جماعه. طبعا ابراهيم مش لاقي حاجه يعملها، فخلينا نلعب مع الكلاب الصغيره. طبعا الجراوي اللي قدامنا دي يا جماعه اولاد ميلو. لا عود نفسك بقى ما ترفعش كتير، علشان ايه؟ مره على مره مش هيمسكوا القماش، تمام، ان الرفع ده هيوجع سنانهم فهيبداوا ان هم يسيبوا القماش. شوف بيشدوا ازاي. ده صبرهم بقى، ده بيشد من كل حته شويه. لا 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 ده عايز يمسك ايدك. بطح بطح والله. لا حتى الهاسك اتعلموا منه. اه خدوه. لا ما تسيبها لهمش. بص بقى بايدك التانيه وايه، وكل واحد من اللي ماسك ده هز يعني زغزغه في جنبه كده، هتلاقيه بيزوم اكتر. لا زغزغه كده يا يوسف. بص بص بيزومك هيعضوا ايدك. طب انت عايز ايه من الدنيا لما تصحى الساعه 6 الصبح تلعب مع الجراوي الصغير؟ عايز ايه تاني من الدنيا؟ ولا حاجه والله يا كابتن، اهم حاجه الصحه بس. انا زياد اللي رايح من سير صغار. بص عليك يا زياد لما يوم يعرف كده. طبعا يا جماعه زياد كمان ما لحد دلوقتي ما نامش. ما نمتش يا زياد، عينك باين عليه. هادي زيادة يا جماعة. الله شكلك حلو وانت كده. ارفع وشك فوق. انت عامل كده ليه؟ دبانة مزولاني. دبانة مزولاني؟ انت عامل كده ليه صحيح؟ ها؟ عايز تنام والله. عايز تنام؟ طب ما تخش تنام يا عم. حد ماسكك؟ خلاص طيب. طب صبع على الناس. طيب صبع على الناس. طيب صبع الفل يا جماعه. صبع الفل يا جماعه. احلى صباح عليكم يا جماعه، نهاركم زي العسل. طبعا احنا كنا سهرانين النهارده عشان كنا بنعمل شويه شغل في المزرعه، والموضوع سحب معانا للصبح، تمام. ابراهيم طبعا دماغه مصفحه ما بينامش، مش فارقه معاه. بص 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 الكلاب بتعمل ايه في الجرو الهاسكي. بص بس بص بص منيمينه في الارض. بص يا اولاد الصغيره.
ها ده الجدع اللي يقدر على التاني. خد تعال انت. هي دي الملينو. صباحكم قشطة يا جماعة، نهاركم زي العسل.